أسرار الغيب كتيرة وغريبة، قصص وأحداث يرويها لكم خالد كامل في أسرار الغيب على راديو الأهرام. على راديو الأهرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، مستمعي راديو الأهرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الغيب. حلقة اليوم هي عن خلق حواء. لماذا سميت حواء بهذا الاسم؟ قال العلماء والمفسرون والشراح: لأنها خلقت من جسم حي، والجسم الحي الذي خلقت منه هو آدم عليه السلام. هذا على أرجح الأقوال في قصة خلق حواء عليها السلام. ولكن يمكن أن نؤصل لذلك الأمر، حيث إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه الآية هي مفتتح سورة النساء، فقد قرر الله تبارك وتعالى أن الناس جميعا مخلوقون من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. وأن هذه النفس الواحدة خلق الله عز وجل منها زوجها. إذن فهذه الآية واضحة صريحة بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أو الإرهاصات. وقال عز من قائل في خواتيم في الربع الأخير من سورة الأعراف، قال تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق جميعا من نفس واحدة ثم جعل من هذه النفس زوجها أي حواء عليها السلام ليسكن إليها. وقد جاء في الحديث أن آدم عليه السلام حين استيقظ من نومه ذات مرة فوجد حواء عند رأسه فقال لها: من أنت؟ قالت: حواء. فاستأنس بها، فبلغ من ذلك اليوم أن هذه زوجه وأنه يأنس إليها ويسكن إليها وتسكن إليه وتأنس به. ثم بعد ذلك قال بعض العلماء أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم، وهذا القول له شواهد، وإن كان الأمر بين العلماء في ذلك الموضوع فيه خلاف وشد وجذب، لكن الخلاصة أن حواء عليه السلام خلقت من آدم عليه السلام من نفس واحدة، ثم جعل الله تبارك وتعالى بعد ذلك بقية الخلق على هاتين النفسين آدم وحواء كما قال ربنا تبارك وتعالى. مستمعي الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الغيب. كان معكم خالد كامل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في أسرار الغيب على راديو الأهرام. على راديو الأهرام.